عندك زين فايبر وحاب تكون تجربتك على مزاجك؟ الجواب بسيط بالخطوات الجاية. أول شيء تأكد من أن الكيبل بجهاز زين منفذ WAN موصول بالمودم منفذ LAN1. ثاني شيء شبكة الواي فاي ممكن تصير على ترددين 2.4 و5 جيجا هرتز حسب إعدادات كل مودم، وكل تردد له مميزاته وإيجابياته. تردد 2.4 يتأثر بشكل بسيط بالعوازل والجدران ويغطي لك مساحات أكبر، ولكن كل الأجهزة في البيت تستخدم هذا التردد، وهذا يمكن يؤثر على سرعة الاتصال. تردد 5 يعطيك سرعة ثابتة وقوية إذا صرت قريب من المودم، ولكن المكان اللي تغطيه صغير وتتأثر بالجدران والعوازل بشكل كبير. طيب متى تستخدم كل تردد؟ إذا صار استخدامك للإنترنت عالي، مثل لو تلعب أونلاين كل يوم ولا تحمل أفلام كثير، فتردد 5 جيجا هرتز هو المناسب لك، لكن لازم تصير قريب مرة من المودم أو أنك تستخدم أجهزة تقوية الشبكة المقدمة من زين عشان توصلك زين. وإذا أغلب استخدامك للإنترنت خفيف، يعني تصفح وسوشال ميديا على خفيف، تردد 2.4 هو اللي ينفع لك. إذا حاب تعرف كيف تغير التردد، اشبك جهازك على أحد شبكتين الواي فاي المذكورة بإدخال الرقم السري الخاص بك أو الرقم الموجود خلف مودم زين.